بعد توليها البابوية طيلة 8 أعوام، الباب بنديكتوس 16 يودع اليوم الأربعاء المؤمنين في آخر ظهور له في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان قبل تركه مهامه رسميا يوم الخميس. وكان جوزيف راتزينجر أو البابا بنديكتوس 16 الألماني الأصل البالغ من العمر 85 عاما، فاجأ العالم في 11 من الشهر الجاري بإعلانه استقالته بسبب تقدم سنه في موقف لم تبادر به أعلى زعامة روحية في الكنيسة الكاثوليكية منذ أكثر من 6 قرون. حوالي 200,000 إلى 300,000 شخص يتوقع أن يحضر خطبة الوداع هذه في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وقد بعت حتى الآن 50,000 تذكرة للمؤمنين الراغبين في المشاركة في الحدث. البابا سيودع الكاردينالات يوم الخميس ليتوجه إلى مقر إقامته القريب من الفاتيكان.